يقول: هل تنصحون المطلوبين للجهات الأمنية بتسليم أنفسهم؟ بلا شك، أولا هذا طاعة لولي الأمر، الله جل وعلا يقول: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وثانيا أن هذا رجوع إلى الحق، والرجوع إلى الحق فضيلة، والرجوع إلى الحق خير من التمادي بالباطل. ثالثا أن هذا من مصلحة الراجع، رجوعه إلى الحق والصواب وتسليم نفسه هذا لمصلحته في الدنيا والآخرة، ليس له أن يعرض نفسه للعقوبة، يعرض نفسه للعذاب في الآخرة، عليه أنه يرجع ويخلص نفسه من هذه الجريمة ولا يبقى فيها فيؤاخذ في الدنيا والآخرة.